السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة يا جماعة نعمل فيديو جديد. الفيديو الجديد ده عن البكتيريا النافعة للحمام، ازاي تعوضها للحمام، ازاي انك طبعا الناس كلها خلصانة، يعني الحمام مخلص موسم قلش عندهم، الحمام خلص قلش، فطبعا هتبدأ تدي كورس وقائي للحمام اللي هو سالمونيلا كانكر تنفسي. فطبعا لازم بعد المضاد الحيوي ده بتدي للحمام بكتيريا نافعه، لان المضاد الحيوي بيقتل البكتيريا النافعه في جسم الطير، فلازم بتدي بكتيريا نافعه للطير عشان تعوضوا الفقد اللي فقده من المضاد الحيوي. طبعا النهارده يا جماعه انا جايب لكم حاجه استخدمتها، بكتيريا نافعه مجموعه من الخماير. لكن قبل ما ابدا الفيديو، لو اول مره تشوفني اشترك في القناه ودعمنا بلايك للفيديو واعمل شير للفيديو عشان الكل يستفاد والفيديو يوصل لاكبر حد ممكن ان شاء الله. النهارده يا جماعه انا جايب لكم المنتج ده زي ما انتم شايفين كده، دي طبعا مجموعه خماير والبكتيريا النافعه بالتركيز المثالي لها تاثير ايجابي على مستوى اداء الطيور من حيث المعدل النمو. طبعا يا جماعة ديت منشط نمو عام بتحسن كفاءة الطير، هي مكتوب عليها دواء الاستعمال منشط نمو لتحسين كفاءة الجهاز الهضمي، تقليل من المحتوى البكتيري للجهاز الهضمي، تحسين جودة اللحم. الجرعة بتاعه يا جماعة 2 مللي يعني 2 سنتي على رطل المية لمدة 3 أيام إلى 5 أيام، يعني اللي تستخدمه 5 أيام ل 3 أيام. طبعا أنا جبت المنتج ده يا جماعة وجاب معاه نتيجة، قلت أنزل لكم بالفيديو عشان الكل يستفاد. ودي بكتيريا نافعة يا جماعة، طبعا بتساعد كتير في صحة الطيور، بتخلي الفرد ياخد معاك فورمة والكلام ده، وبتساعد إن الفرد بيبقى رشته لامعة معاك، الفرد بتبقى صحته كويسة، بيبقى في الطيران كويس. ودي حاجة منتج أنا جبته واستفدت منه وقلت أنزل لكم فيديو عشان الكل يستفاد، وسعره 15 جنيه من عند أي بيطري. لو انت استفدت مني حاجة او من الفيديو اشترك في القناة ليصلك كل جديد ان شاء الله. وكان معكم اخوكم في الله محمد جمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.